مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة رقم أربعون نمر إلى الحصة الثالثة أتدرب أحدد المتساوية التي لا تمثل قسمة أقليدية دون وضع العمليات وأعلل جوابي فقلنا بأن القسمة الأقليدية يملك كل باقي الباقي يكون أصغر من المقسوم عليه إذا الباقي اثنان في هذه القسمة الأقليدية فهو أصغر من المقسوم عليه تسعة إذن فهذه قسمة أقليدية لكن هنا خمسة وعشرون في الباقي وهنا في المقسوم عليه أربعة وعشرون في الباقي أكبر من المقسوم عليه وبالتالي هذه المتساوية فهي لا تمثل قسمة أقليدية لأن الباقي أكبر من المقسوم عليه هنا خمسة وعشرون أكبر من أربعة وعشرون ثم ثلاثة وستون الباقي فهو أيضا أكبر من المقسوم عليه ثلاثة وستون أكبر من اثنان وأربعون أيضا هذا المتساوية فهي لا تمثل قسمة أقليدية ثالثا أحدد الخارج المناسب لكل قسمة دون إجراء العمليات وأعلل جوابي في الدفتر لاحظوا العملية خمسمائة واثنان وتسعون غادي على ثمانية الخوارج المقترحة سبعة سبعمئة وأربعة أربعة وسبعون فحنا دائما في القسمة الأقليدية كيخصنا نلقاو الباقي أصغر من المقسوم عليه لكن هنا الخارج فكيخصنا عدد أرقام الخارج إذا واش رقم ثلاثة ديال الأرقام أو لا جوج إذا غادي ناخدو خمسمئة وتنين وتسعين ونحصروها ما بين ماذا وماذا كنديرو المقسوم عليه في ماذا مقسوم عليه في ماذا اذا غادي نضربو 8 في كم نضرب ضربنا في عشرة غادي ثمانون. ثم نجربو مئة 800 ولكن 800 مئة فهي اكبر من خمسمائة واثنان وتسعون نضرب في عشرة وفي مئة اذا فالخارج فهو محصور عدد ارقام الخارج محصور ما بين عشرة 10 ومئة الاعداد ما بين عشرة 10 ومئة عدد الارقام ديالها جوج دي الارقام فبالتالي الخوارج المقترحة غادي ناخدو اللي فيه جوج ديال الأرقام بالنسبة ل 1980 1980 غادي المقسوم عليه تسعة تسعة في تسعة في كم إلا ضربنا في عشرة أصغر ضربنا في مئة تسعمائة أصغر ولكن تسعة في ألف تسعة ألاف أكبر إذا غادي مئة هنا يعني مئة ألف كنضربو هنا في ميه و في ألف ما بين ميه و ألف كم من رقم ما بين ميه و ألف فغادي طيب نوصلو وتسعة وتسعون إذا ثلاثة ديال الأرقام غادي طيب ناخدو ميتان وعشرون ثم تسعة آلاف وإثنان وعشرون تسعة آلاف وإثنان وعشرون غادي طيب المقسوم عليه ستة وأربعون ستة وأربعون في في لدرنا ستة وأربعون في عشرة أربعمائة وستون عندنا تسعة آلاف نديرو في مئة أربعة آلاف في ألف ستة وأربعون ألف إذا نديرو في مئة فقط في مئة باش كتجي أصغر من تسعة آلاف ثم في ألف ما بين مئة وألف أيضا ثلاثة ديال الأرقام فغادي ناخدو مئتان وسبعة إذن باش تعرفنا على الخارج المناسب فحصرنا المقسوم حصرنا المقسوم بهاد الطريقة هادي خدينا المقسوم عليه وكنضربو هنا, هنا في عشرة وهنا في مية هنا في مية هنا في ألف هنا في مية وأيضا هنا في ألف وكنحددو عدد أرقام الخارج اللي هي في الأول قلنا ما بين عشرة 10 ومية يعني رقمان ما بين مية 100 وألف ثلاثة ديال الأرقام وما بين مية 100 وألف أيضا ثلاثة ديال الأرقام وكنحددو الخارج اللي كيتكون من جوج ديال الارقام ثم من ثلاثه دي الارقام وايضا ثلاثه ديال الارقام فهذه الطريقه اللي حددنا بها الخارج المقترح بلا من ننجزوا العمليه رابعا اتمم انجاز العمليه الاولى ثم انجز الثانيه على نفس المنوال نكملوا هذه هاد العمليه هذه 946 على 7 فاول حاجه كنقول لدينا رقم واحد في المقسوم عليه ناخذ رقم واحد في المقسوم تسعة فيها كم من سبعة فيها واحد واحد في سبعة سبعة كتبقى لنا إثنان ثم نزلو بالأربعة أربعة وعشرون فيها كم من سبعة كناخدو سبعة وكنبقاو نجربو جدول الضرب ديال سبعة سبعة في إثنان أربعة عشر سبعة في ثلاثة واحد وعشرون سبعة في أربعة ثمانية وعشرون فغادي ناخدو سبعة في ثلاثة لأن أقرب لأربعة وعشرون سبعة في ثلاثة واحد وعشرون كنديرو عملية الطرح أربعة ناقص واحد ثلاثة و اثنان ناقص اثنان صفر ثم غادي نزلو بستة ستة وثلاثون فيها كم من سبعة كنجربو مرة أخرى قلنا سبعة في أربعة ثمانية وعشرون سبعة في خمسة خمسة وثلاثون أقرب لستة وثلاثون خمسة وثلاثون ستة وثلاثون ناقص خمسة وثلاثون واحد إذن فالخارج مئة وخمسة والباقي واحد ايضا بنفس الطريقة اتبعوا معايا لدينا رقمان في المقسوم عليه اخذ رقمان في المقسوم اربعة وثلاثون فيها كم من واحد وعشرون اذا اربعة وثلاثين شحال فيها من واحد وعشرين فيها واحد وعشرين وحدة لاننا درنا في اثنان غادي نحصل على اثنان وأربعون واثنان وأربعون اكبر من اربعة وثلاثون، فواحد في واحد وعشرون واحد وعشرون اربعة ناقص واحد ثلاثة ثم ثلاثة ناقص اثنان واحد وغادي ننزلو بالاثنان ثم مئة واثنان وثلاثون مئة فيها كم من واحد وعشرون غادي ناخدو واحد وعشرين ونضربوها في ثمانية نجربو ثمانية في واحد ثمانية ثمانية في اثنان ستة عشر ميه وثمانية وستين إذا أكبر من ميه 21 واحد وعشرون في ستة ستة في واحد ستة ستة في اثنان اثنا عشر مئة وستة وعشرون نجرب سبعة سبعة أربعة عشر مئة وسبعة وأربعون إذا أكبر من مئة واثنان وثلاثون داكشي باش غادي ناخده. مئة وستة وعشرين نجربه في ستة مئة وستة وعشرون اثنان ناقص ستة يمكن سالفة عشرة ولا سالفة اثنا عشر ناقص ستة ستة ثلاثة ناقص ثلاثة صفر وواحد ناقص واحد صفر ثم غادي ننزلو بالسبعة سبعة وستون فيها كم من واحد وعشرون غادي نجربو نضربو في ثلاثة تجينا ثلاثة وستون إذا أقرب لسبعة وستون ثلاثة في واحد وعشرون و ف7 ثلاثة وستة فسبعة ناقص ثلاثة أربعة وستة ناقص ستة صفر إذن الخارج هو مئة وثلاثة وستة والباقي أربعة كما تلاحظوا في الباقي أربعة أصغر من المقسوم عليه الذي هو واحد وعشرون ثم خامسا أتمم حساب الخارج العشري المقرب ثم أنجز العملية الثانية على نفس المنوال عندنا المقسوم هو ثلاثة ألاف وأربعمائة وسبعة وخمسون نقسمه على اثنان وخمسون لدينا رقمان في المقسوم عليه غادي ناخذ رقمان لكن كنلاحظوا أربعة وثلاثون أصغر من اثنان وخمسون غادي ناخذ ثلاثة ديال الأرقام دابا غادي نجيو عندنا ثلاثة مئة وخمسة وأربعون فيها كم من اثنان وخمسون فهنا غادي ناخذ اثنان وخمسون نجرب نضربوها في خمسة خمسة في اثنان عشرة صفر حتى بواحد خمسة في خمسة خمسة وعشرون والواحد ستة وعشرون مئتان وستون إذا أصغر من ثلاثة مئة وخمسة وأربعون اثنان وخمسون في ستة ستة في اثنان اثنا عشر نحتفظ بواحد ستة في خمسة ثلاثون واحد وثلاثون واثنا تلات... وخمسون في سبعة سبعه اثنان أربعة عشر نحتفظ بعه سبعه خمسه خمسه وثلاثون واحد ستة وثلاثون مي مئة وأربعة وستون إذا الأقربية او مئة واثنا عشر لأن او مئة وأربعة وستون أكبر من او مئة وخمسة او او ستة ستة في اثنان -3. 3 -3 0 ناقص ثلاثة ناقص ثم عنزلو بالسبعة ثلاث مئتين وسبعة وثلاثون فيها كم من اثنان وخمسون ثلاث مئة وسبعة وثلاثين شحال فيها من اثنين وخمسين إلا ضربنا في ستة ثلاث مئة واثنا عشر سبعة ثلاث مئة واربعة وستون. إذا ثلاث مئة واثنا عشر هي اللي قريبة في ستة مرة أخرى ثلاث مئة واثنا عشر ونجزع عملية الطرح سبعة ناقص اثنان خمسة ثلاثة ناقص واحد اثنان ثم ثلاثة ناقص ثلاثة صفر فهنا كان نضيف الصفر وكان الفاصلة مئتان وخمسون شحال فيها من اثنان وخمسون فلاحظوا من اللي ضربنا في خمسة حصلنا على مئتان وستون إذا غادي نضربه فقط في أربعة لأن مئتان وستون أكبر من مئتان وخمسون. غادي فقط في أربعة أربعة في اثنان ثمانية وأربعة في خمسة أربعة في خمسة عشرون مئتان وثمانية صفر ناقص يمكن عشرة عشر ناقص ثمانية اثنان خمسة ناقص واحد أربعة اثنان ناقص اثنان صفر اذا اثنان واربعون اثنان واربعون فغادي نكتفيو برقم واحد وراء الفاصلة وغادي نحصلو على الباقي اثنان واربعون والخارج ستة وستون فاصلة اربعة بنفس الطريقة غادي نجزو هاد العملية غادي نرقمان في المقسوم عليه غادي ناخدو رقمان ثلاثة وثمانون اصغر من اربعة وتسعون ناخدو ثلاثة ديال الارقام ثمانمائة وستة وثلاثون فيها كم من؟ أربعة وتسعون فهنا غادي مرة أخرى وبقا نجربو أربعة وتسعون في ثلاثة ثلاثة في أربعة عشر ثلاثة في تسعة سبعة وعشرون ثمانية وعشرون إذن أصغر نديرو أربعة وتسعون في ثمانية ثمانية في أربعة اثنان وثلاثون ثمانية في تسعة اثنان وسبعون خمسة وسبعون كنلاحظو باقية صغيرة غادي تسعة تسعة 9. 9 في أربعة ستة وثلاثون تسعة في تسعة واحد وثمانون اثنان وثمانون ثلاثة وثمانون أربعة وثمانون وستة وأربعون فأكبر من مئة وستة وثلاثون داكشي غادي ثمانية فقط

ونوضع الفاصلة تسعمائة وعشرون فيها كم من أربعة وتسعون إذن فيها تسعة لأن في عشرة تسعمائة وأربعون فيها تسعة تسعة في أربعة وتسعون مئة وستة وأربعون وكان عمل الطرح عشرة ناقص ستة أربعة ثم اثنان ناقص خمسة يمكن سالب عشرة يساوي اثنا عشر ناقص خمسة يساوي سبعة وتسعة ناقص تسعة صفر إذا يعني في الخارج ثمانية وثمانون فاصلة تسعة والباقي أربعة وسبعون سادسا ادعى أحمد أن الخارج العشري للعددين ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون وستة وثلاثون مضبوط ويساوي الخارج العشري لعددين ألفان وثلاثمائة وخمسة عشر وسبعة وخمسة أتأكد بإنجاز العمليتين في دفتري ثم أقارن أستنتج فغادي نجزو الخارج العشري ديال ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون على ستة وثلاثون لدينا رقمان في المقسوم عليه أخذ رقمان لكن أربعة عشر وصغر من ستة وثلاثون غادي ناخدو تلاتة ديال الأرقام مئة وأربعون فيها كم من ستة وثلاثون كنجربو ستة وثلاثون. وغادي نضربها في أربعة أربعة في ستة أربعة وعشرون نحتفظو بجوج أربعة في تلاتة تناش تلتاش إذن مئة وأربعة وأربعون قريبة وثمانية وأربعون. أربعة في ستة أربعة وعشرون بجوج أربعة في تلاتة إثنا عشر أربعة عشر ثم نديرو عملية الطرح ثمانية ناقص أربعة أربعة صفر صفر ونزلو بالتسعة تسعة وأربعون فيها كم من ستة وثلاثة فيها واحد لأن إلى ضربنا في إثنان غادي نلقاو إثنان وسبعون وإثنان وسبعون أكبر من تسعة وأربعون إذن ستة وثلاثون تسعة ناقص ستة ثلاثة وأربعة ناقص ثلاثة واحد نضيف الصفر ونضع الفاصلة دابا مئة وثلاثون شحال فيها من ستة وثلاثون في ربعة لقينا مية إذا نديرو في ثلاثة ثلاثة في ستة ثمانية عشر كتبو ثمانية واحتفظو بواحد ثلاثة في ثلاثة تسعة والواحد عشرة صفر ناقص ثمانية يمكن عشرة عشرة ناقص ثمانية اثنان ثلاثة ناقص واحد اثنان وواحد ناقص واحد صفر للخارج واحد واربعون فاصلة والباقي اثنان وعشرون ثم نمشي للعملية الثانية الفان وثلاث مئة وخمسة عشر نقسمها على سبعة وخمسون بنفس الطريقة رقمان ناخدو رقمان لا يمكن ناخدو ثلاثة مئتان وواحد وثلاثون شحال فيها من سبعة وخمسون غادي نجربو سبعة وخمسون نضربوها في أربعة أربعة في سبعة ثمانية وعشرون أربعة في خمسة عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون مئتان وثمانية وعشرون فهي قريبة لمئتان وواحد وثلاثون أربعة وثمانية وعشرون عملية الطرح واحد ناقص ثمانية يمكن سالب في عشرة عشر ناقص ثمانية ثلاثة صفر صفر ثلاثة ناقص ثلاثة صفر واثنان ناقص اثنان صفر ثم نزلو. الخمسة خمسة وثلاثون فيها كم من سبعة وخمسون فيها صفر صفر في سبعة وخمسون صفر كتبقى خمسة وثلاثون غادي نضيفو الصفر الفاصلة ثلاثة وخمسون فيها كم من سبعة وخمسون ناخدو سبعة وخمسون في ستة ستة في سبعة اثنان واربعون ستة في خمسة ثلاثون اربعة تلاثون. وثلاثون ونجربو نديرو في سبعة سبعة في سبعة تسعة وأربعون تفضل بالأربعة خمسة وثلاثون تسعة وثلاثون مئة وتسعة وتسعون أكبر من مئة وخمسون إذا غادي ناخدو ستة فقط ثلاثمائة واثنان وأربعون وتبقى لنا مئة ناقص 342 مئة وأربعون صفر ناقص 2 يمكن سالف عشر ضرب ناقص اثنان ثمانية خمسة ناقص خمسة صفر ثلاثة ناقص ثلاثة صفر الباقي تمانية والخارج أربعون فاصلة في حين العملية الأولى لقينا واحد وأربعون في الخارج أتأكد بإنجاز العمليتين في دفتري ثم أقارن أستنتج إذن الخارج الخارج العشري الخارج العشري للعمليتين غير مضبوط للعمليتين غير مضبوط غير مضبوط كما تلاحظون باقي يمكننا نكمل العمليه غير مضبوط وكذلك L'exercice 7. Un cycliste parcourt 393 km en 12 heures. Quelle est sa vitesse moyenne en km par heure? Quotient approché à 0,1. زيرو ان دراجي غادي يقطع تلتمية كيلومتر في 12 ساعة كيلي سافيتاس موين ما هي سرعته المتوسطة بالكيلومتر في الساعة باش السرعة المتوسطة يعني الكيلومتر في الساعة الكيلومتر على الساعة غادي ناخدو تلتمية أو تلاتة على تناش كيلومتر للساعة. الساعة العملية رقمان في المقسوم عليه ناخذ رقمان في المقسوم تسعة ثلاثين شحال فيها من 12 نجربوا عشر في في اربعة اربعة في اثنان ثمانية وفي في واحد اربعة ثمانية واربعين. فقط ثلاثة لان ثمانية اكبر من تسعة وثلاثة ثلاثة في ستة وثلاثون تسعة ناقص ستة ثلاثة ثلاثة ناقص ثلاثة صفر ثلاثة وثلاثون فيها كم من اثنا عشر درنا في ثلاثة نلقاو ستة وثلاثون إذا نديرو فقط اثنان اثنان في اثنان أربعة اثنان في واحد اثنان ثلاثة ناقص أربعة لا يمكن عشر ردوا ثلاثة ثلاثة عشر ناقص أربعة تسعة ثلاثة ناقص ثلاثة صفر ثم يمكننا نضيف الصفر ونضع الفاصلة تسعون فيها كم من اثنا عشر فنديرو سبعة في اثنا عشر لأن سبعة في اثنا عشر سبعة في اثنان أربعة عشر سبعة في واحد سبعة والواحد تمانية درنا اثنا في تمانية في اثنان ستة عشر في واحد تمانية والواحد تسعة ستة وتسعون وستة وتسعون أكبر من تسعون إذا غادي ناخدو سبعة فقط أربعة وثمانون تسعون ناقص أربعة وثمانون عشرة ناقص أربعة ستة وتسعة ناقص تسعة صفر يمكننا نديرو صفر ونكمل العملية فستون فيها كم من اثنا عشر فيها خمسة خمسة في اثنا عشر ستون ستون ناقص ستون صفر إذا فسرعته المتوسطة بعد إنجاز العملية وجدنا 32 فاصلة 75 كيلومتر في الساعة إذا فالقسمة مضبوطة ننتقل إلى التمرين الثامن أعيد وضع وإنجاز العمليات في دفتري ثم أصحح إذا كان هناك خطأ فعندنا العمليات ثم الخارج العشري المقرب إلى صفر فاصلة صفر واحد بتفريض ما معنى الخارج المقرب فالخارج المقرب لصفر فاصلة صفر واحد يعني كندير جوج ديال الأرقام بعد الفاصلة بالتفريط يعني كنسمحو في الأرقام الأخرين وكناخدو يلا جوج ديال الأرقام بعد الفاصلة فحنا غادي نجزو أولا العملية وناخدو فقط رقماني بعد الفاصلة ثمانية ألاف أربعة وعشرون نقسمها على ستة وسبعون نفس الطريقة اللي كنا كنديرو لدينا رقمان في المقسوم عليه آخذ رقمان في المقسوم ثمانون فيها كم من ستة وسبعون فيها وحدة ستة وسبعين وحدة نديرو واحد في ستة وسبعون ستة وسبعون ثم ثمان ناقص ستة وسبعون صفر ناقص ستة لا يمكن سلف عشرة ودو سلف عشرة ناقص ستة أربعة وثمانية ناقص ثمانية وثماني صفر ثم كنزلو بإثنان إثنان وأربعون فيها كم من ستة وسبعون فيها صفر باقي أربعة غادي نزلو بها ولكن ميمكناش نزلو برقماني في مرة واحدة كنزلو فقط بواحد الرقم فاثنين وربعين كنلاحظو بأنها أصغر من ستة وسبعين فأنا كنديرو صفر في ستة وسبعون صفر اثنان واربعون ناقص صفر اثنان واربعون ثم بعد ذلك كنزلو بالاربعة اربعة مئتين واربعة وعشرون فيها كم من ستة وسبعون وكناخدو ستة وسبعون ونضربو مثلا في خمسة خمسة في ستة ثلاثون تبو سيرو احتفظو بثلاثة خمسة في سبعة خمسة وثلاثون والثلاثة ثمانية وثلاثة ثم نجربو نضربو في ستة ستة وسبعون في ستة ستة في ستة اثنان او ستة وثلاثون شوفوا ستة احتفظوا بالثلاثة ستة في سبعة اثنان واربعون والثلاثة خمسة واربعون فكنلاحظوا في ستة اربعمائة وستة وخمسون وأربعمائة وستة وخمسون اكبر من اربعمائة واربعة وعشرون داكشي خمسة قلنا خمسة في ستة ثلاثون مكتوبة صفر احتفظ بالتلاتة خمسة في ثلاثة خمسة وتلاتة وثلاثة ثمانية وثلاثة نديرو عملية الطرح أربعة ناقص صفر أربعة اثنان ناقص ثمانية اليوم كنسالي في عشرة ولا اثنا عشر ناقص ثمانية تساوي أربعة وأربعة ناقص أربعة صفر فعندنا الباقي أربعة وأربعة باش غادي نكملو العملية غادي نوضعو الصفر نديرو الفاصلة أربعمائة وأربعون فيها كم من ستة وسبعون الى ضربنا في ستة اربعمائة وستة وخمسون اكبر من اربعمائة واربعون داكشي باش غنضربو فقط في خمسة ستة وسبعون في خمسة قلنا ثلاث مائة وثمانون ثلاث مائة وثمانين ونعود ندير الطرح صفر اربعة ناقص ثمانية اللي يمكن عشر سلف عشرة ردو السلف اربعة عشر ناقص ثمانية ستة واربعة ناقص اربعة صفر ثم غادي نضيفه صفر ولكن ما غاديش نزيدو واحد الفاصله هنا فاصله وحده راه ثم غادي نمشيو ل 76 ونضربوها في سبعة سبعة في ستة اثنان واربعون حتى اربعة سبعة في سبعة تسعة, تسعة واربعون خمسون زائد ثلاثة ثلاثة وخمسون خمسمائة واثنان وثلاثون نضرب في ثمانية ستة وسبعون في ثمانية ثمانية في ستة ثمانية وأربعون صافي بالأربعة. ثمانية في سبعة ستة وخمسون والأربعة ستون ستمائة وثمانية أكبر من ستمائة إذا غادي ناخدو في سبعة سبعة في ستة اثنان وأربعون قلنا سبعة في سبعة تسعة وأربعون زائد أربعة ثلاثة وخمسون نديرو عملية الطرح صفر ناقص اثنان يمكن عشر سلف عشرة ورد سلف عشرة ناقص اثنان ثمانية وصفر ناقص أربعة يمكن عشرة ورد سلف عشرة ناقص أربعة ستة وستة ناقص ستة صفر كما كنلاحظوا فالخارج غادي فقط برقماني بعد الفاصلة غادي على مئة وخمسة فاصلة سبعة وخمسون نكتفيو كما قلنا برقماني بعد الفاصلة فقط لأن يعني هذا الخارج المقرب إلى صفر فاصلة صفر واحد قلنا الخارج المقرب إلى صفر فاصلة صفر واحد يعني كنكتفيو برقماني فقط بعد الفاصلة يمكننا نكمل العملية ولكن هو مطلب منا فقط الخارج المقرب إلى صفر فاصلة صفر واحد بتفريط ما معنى بتفريط يعني باقين إلى كملنا العملية غادي نلقاو أرقام أخرى بعد الفاصلة بتفريط يعني كنفرطو في الأرقام كنسمحو فيهم وكنكتفيو بجوج ديال الارقام فعندنا الخارج المقرب بتفريط وبافراط بافراط مثلا بافراط 0.01 واحد هنا غادي نديرو 105.58 كنزيدو 0.01 واحد ولكن بتفريط كناخدو جوج ديال الارقام كما مطلوب هنايا ونسمحو في الارقام الاخرى اذا المطلوب هنا هو ان نصحح ان كان هناك خطا طبيعه الحال هناك خطا اذا هذا الخارج هذا فهو خاطئ الخارج خارج الصحيح مئة وخمسة فاصلة سبعة وخمسون كذلك بنفس الطريقة غادي العملية الثانية ستة الاف ومئتان وثلاثون نقسموها على ثلاثة وثمانون ستة الاف ومئتان وثلاثون غادي نقسموها على ثلاثة وثمانون ستة ألاف ومئتان وثلاثون نقسمه على ثلاثة وثمانون فلاحظوا معي لدينا رقمان في المقسوم عليه غدي رقمان لكن اثنان وست أصغر من ثلاثة وثمانون داكشي باش غدي ناخدو ثلاثة ديال الأرقام دابا ست مئتين وثلاثة وعشرون فيها كم من ثلاثة وثمانون فهنا غادي نجيو ثلاثة وثمانون في أربعة مثلا نجربو في أربعة أربعة في ثلاثة اثنا عشر ب بواحد أربعة في ثمانية اثنان وثلاثون اثنان وثلاثون زائد واحد ثلاثة وثلاثون ثلاثة مئة واثنان فبقي صغير على ستمية وثلاثة وعشرين لأن هذا العدد أصغر من ستمية وثلاثة وعشرين غادي نجربو ثلاثة غادي لسبعة سبعة في ثلاثة واحد وعشرون نحتفظ بجوج سبعة في ثمانية ستة وخمسون سبعة وخمسون ثمانية وخمسون كلاحظو قربنا لستميه في ثمانية ثلاثة وثمانون في ثمانية في ثلاثة اربعة وعشرون ثمانية في ثمانية اربعة وستون خمسة وستون ستة وستون لكن كلاحظو ستميه وربعة وستين اكبر من ستميه وثلاثة وعشرون داكشي علاش غادي في سبعة سبعة في ثلاثة قلنا واحد وعشرون سبعة في ثمانية ستة وخمسون سبعة ستة وخمسون زائد اثنان وليس واحد ثمانية وخمسون دير عملية الطرح ثلاثة ناقص واحد اثنان اثنان ناقص ثمانية يمكن سلف عشر ورد السلف اثنان عشر ناقص ثمانية أربعة وستة ناقص ستة صفر ثم غادي نزلو بالصفر أربعمائة وعشرون فيها كم من ثلاثة وثمانون فدرنا في أربعة حصلنا على ثلاثة مئة واثنان في خمسة وثمانون في خمسة خمسة في ثلاثة خمسة عشر نحتفظ بواحد خمسة في ثمانية أربعة واحد وأربعون 415 وخمسة عشر فهي أقرب مئة وعشرون نديرو في خمسة خمسة في ثلاثة وثمانون قلنا خمسة في ثلاثة خمسة عشر خمسة في ثمانية أربعون واحد وأربعون أربعمائة وعشرون ناقص أربعمائة وخمسة عشر صفر ناقص خمسة يمكن سلف عشرة وردو سلف عشرة ناقص خمسة خمسة اثنان ناقص اثنان صفر أربعة ناقص أربعة صفر كذلك فباش نكملو العملية غادي نديرو خمسون شحال فيها أولا خمسة شحال فيها من ثلاثة وثمانون ميمكنش إذن غادي نديرو الصفر ونوضع الفاصلة نضيف الصفر ونوضع الفاصلة دابا خمسين شحال فيها من ثلاثة وثمانين كذلك ما يمكنش إذا هنا ما يمكنناش نضيف واحد الصفر آخر إلا إلا ضربناه نفس صفر صفر في ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون في صفر أي عدد في صفر يساوي صفر تبقى لنا خمسون ثم غادي نضيف واحد الصفر باش كتولي خمسمائة خمسمائة فيها كم من ثلاثة وثمانون فقلنا ملي ضربنا في سبعة حصلنا على خمسمائة وواحد وثمانون وملي ضربنا في خمسة حصلنا على أربعمائة وخمسة عشر إذا غادي ناخدو في ستة ثلاثة وثمانون في ستة ستة في ثلاثة ثمانية عشر كتبو ثمانية بواحد ستة في ثمانية ثمانية وأربعون تسعة وأربعون إذا كنلاحظو أقرب وثمانية وتسعون نضربو فيه ستة قلنا ستة في ثلاثة تمانية عشر نكتبو تمانية و بواحد ستة في تمانية تمانية و تسعة وأربعون صفر ناقص ثمانية عشرة و سلف عشرة ناقص ثمانية اثنان، وصفر ناقص عشرة عشرة و عشرة ناقص عشرة صفر خمسة ناقص خمسة صفر إذن غادي نكتفيو فقط برقماني بعد الفاصلة لأن الخارج المقرب لصفر فاصلة صفر واحد أيضا إذن هدا هو الخارج المقرب إلى صفر فاصلة صفر واحد بتفريط بتفريط ثم غادي نكتبو إذن عندنا خمسة وسبعون فاصلة ستون فخطأ خمسة وسبعون فاصلة صفر ستة خمسة وسبعون فاصلة صفر ستة ثم عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرين غادي نقسموها على سبعة وتسعون عشرة آلاف وتلت مئات وخمسة وعشرين. اسموها على سبعة وتسعون بنفس الطريقة اللي تبعنا في العملية الأولى والثانية. لدينا رقمان في المقسوم عليه. آخذ رقمان لكن عشرة أصغر من سبعة وتسعون ندينا خدوا ثلاثة ديال الأرقام. مئة وثلاثة فيها كم من سبعة وتسعون يلا فيها واحد. واحد في سبعة وتسعون سبعة وتسعون ثم غادي نديرو عملية الطرح ثلاثة ناقص سبعة لا يمكن عشرة ولدو سلف ثلاثة عشر ناقص سبعة يساوي ستة ثم صفر ناقص عشرة لا يمكن عشرة و سلف عشرة ناقص عشرة صفر وواحد ناقص واحد صفر ثم غادي نزلو بالاثنان اثنان وستون فيها كم من سبعة وتسعون إذا فيها صفر فما نزلو بالخمسة إلا يظهر ضربنا الصفر, الصفر فيه 97 صفر في سبعة وتسعون صفر تبقى هنا اثنان وستون ثم غادي ننزلو بالخمسة دابا وخمسة وعشرون فيها كم من سبعة وتسعون غادي سبعة وتسعون ونضربوها في أربعة أربعة في سبعة ثمانية وعشرون طب دوب أربعة في تسعة ستة وثلاثون ستة وثلاثين سبعة, وتلاتين، سبعة وتلاتين، تمانية وتلاتين. أصغر من ستمائة وخمسة وعشرون اذا غادي نمشيو لسبعة سبعة وتسعون في سبعة سبعة في سبعة تسعة واربعون سبعة في تسعة ثلاثة وستون ثلاثة وستين اربعة وستين خمسة وستين ستة وستون سبعة وستون اللي هي وتسعة وسبعون اكبر من ستة مئة وخمسة وعشرون غادي في ستة ستة في سبعة اثنان واربعون ستة في تسعة أربعة وخمسون والأربعة ثمانية وخمسون إذا أقرب لستة وخمسة وعشرون في ستة سبعة وتسعون في ستة قلنا ستة في سبعة اثنان وأربعون ستة في تسعة أربعة وخمسون والأربعة ثمانية وخمسون خمسة ناقص اثنان ثلاثة اثنان ناقص ثمانية يمكن سلف عشرة ورد اثنا عشر ناقص ثمانية أربعة وستة ناقص ستة يساوي صفر إذا بقاتلنا ثلاثة وأربعون ثلاثة وأربعون أصغر من سبعة وتسعون فنضيف هنا الصفر ونوضع الفاصلة أربعمائة وثلاثون فيها كم من سبعة وتسعون فإذا ضربنا في أربعة كنحصل على مئة وثمانية وثمانون غادي في خمسة سبعة وتسعون في خمسة خمسة في سبعة خمسة وثلاثون كتبو خمسة واحتفظوا بالتلاتة خمسة في تسعة خمسة وأربعون والتلاتة ثمانية وأربعون إذا وخمسة وثمانون أكبر من أربعمائة وثلاثون داكشي علاش غادي أربعة. أربعة في سبعة وتسعون قلنا أربعة في سبعة ثمانية وعشرون كتبو ثمانية واحتفظوا بالإثنان أربعة في تسعة ستة وثلاثون والاثنان ثمانية وثلاثون صفر ناقص ثمانية يمكن سالب عشرة سلف عشرة ناقص ثمانية اثنان وثلاثة ناقص تسعة يمكن عشرة سلف ثلاثة عشر ناقص تسعة يساوي أربعة وأربعة ناقص أربعة صفر ثم غادي صفر ولكن ما الفاصلة لأن عندنا فاصلة وحدة وضعناها مئة وعشرون فيها كم من سبعة وتسعون فإلا ضربنا في خمسة كنحصلو على أربعة مئة وخمسة وثمانون في أربعة ثلاثة مائة وثمانية وثمانون إذا غادي ناخدو في أربعة مرة أخرى أربعة في سبعة وتسعون قلنا ثلاثة مائة وثمانية وثمانون صفر ناقص ثمانية يمكن سالفة عشرة ودوز عشرة ناقص ثمانية اثنان واثنان ناقص تسعة اليوم يمكن سلف عشر عشرة ورد اثنا عشر ناقص تسعة يساوي ثلاثة وأربعة ناقص أربعة صفر وغادي نكتفيو مرة أخرى برقمان بعد الفاصلة لأن المطلوب هو الخارج المقرب إلى صفر فاصلة صفر واحد إذن في الخارج هو مئة وستة فاصلة أربعة وأربعون كذلك هذه العملية فهي خاطئة وسنصححها إذن مئة وستة فاصلة أربعة وأربعون تاسعا أو بعددان صحيحان طبيعيان بحيث أ آه هو أصغر عدد مكون من خمسة أرقام ب هو أكبر عدد مكون من رقمين أحسب الخارج العشري المقرب إلى صفر فاصلة صفر واحد للعددين المقسوم المقسوم عليه إذا قلنا أ آه هو أصغر عدد مكون من خمسة ديال الأرقام فأصغر عدد مكون من خمسة ديال الأرقام كنبداو بصفر واحد جوج ثلاثة أربعة ونديرو الواحد إذا أصغر عدد مكون من خمسة ديال الأرقام هو عشرة ألاف أما أكبر عدد مكون من رقمين فهو تسعة وتسعون تسعة وتسعون هو أكبر عدد مكون من رقمين أحسب الخارج العشري المقرب إلى صفر فاصلة صفر واحد العددين فنديرو عشرة ألاف وغادي على تسعة وتسعون لدينا رقمان في المقسوم عليه أخذ رقمان عشرة أصغر من تسعة وتسعون إذن نأخذ ثلاثة ديال الأرقام فمئة فيها كم من تسعة وتسعون فيها واحد واحد في تسعة وتسعون يساوي تسعة وتسعون ومئة ناقص تسعة وتسعون يساوي واحد تلف عشرة ونرد السلف ونسلف عشرة ونرد السلف عشرة ناقص تسعة واحد وعشرة ناقص عشرة صفر وواحد ناقص واحد يساوي صفر أيضا ثم نزلو بهذا الصفر عشرة فيها كم من تسعة وتسعون لا شيء فيها صفر لأن يعني قلنا ميمكنناش بجودة بجوج الأرقام في مرة واحدة وميمكنناش نضيف الصفر ونزلو بواحد الرقم إذا نصير في تسعة وتسعون صفر تبقى عشرة ثم غادي نزلو بالصفر دابا مئة فيها كم من تسعة وتسعون فيها واحد واحد في تسعة وتسعون تسعة وتسعون ثم تبقى لنا واحد بعد ذلك غادي نديرو صفر ونوضع الفاصلة عشرة فيها كم من تسعة وتسعون فقلنا ضفنا صفر ووضعنا الفاصلة لكن باقي العدد صغير إذا هنا غادي نضربو في صفر مرة أخرى صفر في تسعة وتسعون صفر عشرة ناقص صفر عشرة ثم غادي نوضعو الصفر الثاني بعد ذلك مئة فيها كم من تسعة وتسعون فيها واحد واحد في تسعة وتسعون تسعة وتسعة. مئة ناقص تسعة وتسعة يساوي واحد إذا الخارج المقرب إلى صفر فاصلة صفر واحد هو مئة وواحد فاصلة واحد مئة وواحد صفر واحد فقلنا العملية المقسوم أصغر عدد مكون من خمسة ديال الأرقام واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة هو عشرة آلاف والمقسوم عليه هو أكبر عدد مكون من رقمين هو تسعة وتسعون بعد إنجاز العملية فقد وجدنا مئة وواحد فاصلة صفر واحد وبهذا ننهي تمارين الصفحة أربعون نلتقي في الصفحة واحد وأربعون كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصه بالمستوى الخامس والتي ظاهره امامكم في البليليست او بالرجوع الى اسفل الفيديو في صندوق الوصف الى اللقاء